خلاص ماكو شي يستخبى يا سامسونج. تسريب الصور الرسمية لهاتف الجنرال الاس 24 ألترا مع آخر التفاصيل عن الهاتف وأشقائه، ويانا أيضا أخبار مثيرة عن هاتف الزي فولد 6. القلم قادم لولا يا سامسونج، وقت القرار الصعب. خليكم ويانا للتفاصيل. أنا أحمد العلي وهذه هي النشرة التقنية. السلام عليكم ورحمة الله وتحية طيبة لكم أحبابي المتابعين الكرام. إذا فتقريبا يفصلنا شهر ونصف عن موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف الاس 24، السلسلة الرائدة والرئيسية السنوية من شركة سامسونج. وكالمعتاد فالتسريبات بلشت تشتد أكثر وأكثر بهذه الفترة. اليوم ويانا أول تسريب يبين كيف حيكون شكل الهاتف الاس 24 ألترا على أرض الواقع. وكما هو متوقع فالشاشة صارت فلات هذه المرة وليست منحنية، الشيء اللي حيسعد محبي الشاشات الفلات ويحزن محبي الكيرف ديسبلاي. شخصيا اعتبر الشاشة الفلات هي افضل من ناحية الكتابة عليها، خصوصا وانه الاس 24 ألترا حيكون هو الوريث الشرعي لهاتف النوت الشهير، واللي ابرز مميزاته قلم الاسبن المدمج بالهاتف. وهذا ايضا معناه انه اخيرا ما راح نعاني من لصقة الحماية او واقي شاشة الهاتف، لان مثل ما تعرفون الشاشة المنحنية كان جدا صعب الاحتفاظ بواقي الحماية عليها لفترة طويلة بسبب الحواف، كانت تصير هواية مشاكل بها. فمع الاس 24 ألترا ان شاء الله ما راح نعاني من هذه المشكلة. ايضا هاتف الاس 24 ألترا راح يتوفر باللون الفضي او بالاحرى لون التايتانيوم الطبيعي تقريبا، واللي حيكون قريب جدا من اللون اللي شاهدناه كلنا على الايفون 15 برو ماكس. ومن الصور والتسريبات فالجنرال بالفعل يبين كيوت الى ابعد الحدود بهذا اللون الجديد. ما ننسى انه الهاتف حيكون قادم مع هذا الديزاين الرائع البوكسي ديزاين مع الحواف الحادة بدلا من الحواف الدائرية. بالحقيقة حيكون قريب من لغة تصميم هواتف السوني الشهيرة بالبوكسي ديزاين. على اي حال الاس 24 ألترا يتشارك بهواية امور مع هاتف الاس 23 ألترا، ولكن الاختلافات الظاهرية حتكون مقتصرة مثلا على الالوان المختلفة وعلى الفلات ديسبلاي والبزلز المتناظرة من كل الجهات، بالإضافة طبعا إلى التصميم المستطيل مع الحواف الحادة. وخلونا ننتقل الآن إلى ميزة جدا حلوة ومفيدة على هواتف الجالكسي من سامي، ممكن هواية منكم ما يعرفون عنها أو ما مستخدميها إلى الآن، ميزة الهايبر لابس. هذه الميزة اللي تخلي المستخدم قادر على أخذ أو التقاط فيديو زمني تايم لابس من خلال رحلتك أو سفرتك أو طيرانك. لكن ماذا لو نسيت أن تأخذ أو تسجل هذا المقطع؟ الحقيقة ماكو أي مشكلة، لأنه معرض سامسونج الاستوديو أو الجاليري يحتوي على ميزة الـ 24 ساعة تايم لابس. بكل بساطة اختار الصورة اللي التقطتها بوضع اللاندسكيب، فإذا كانت مطابقة للمواصفات ومؤهلة لهذه الميزة راح تظهر عليها أيقونة مثل الساعة بالأسفل، فقط اضغط عليها وخلص بلش يصير السحر. تطبيق الجاليري راح يحول صورتك الجامدة إلى وضع التايم لابس، فيديو بطول 12 ثانية تقريبا، واللي تمثل دورة كاملة لل 24 ساعة زمنية، وكأنما تعيش اليوم بكل لحظاته ولكن ب 12 ثانية فقط. وهذه الميزة تعتبر جدا رهيبة، خلوني أعرف إذا كنتم تعرفون عنها وإذا جربتوها بالسابق أو لا. للعلم هي حصرية مع الهواتف الفلاكشيب الأخيرة والهواتف الداعمة لهذا الشيء. لكل جديد ومفيد دائما خليكم متأكدين من متابعتنا وتفعيل الجرس على طول. إذن فهواتف الاس 24 وبالخصوص الاس 24 ألترا حتكون قادمة مع ثورة بمجال الاي اي الذكاء الاصطناعي، إلى درجة ممكن نسميها هواتف اي اي، بحيث تكون قادمة مع مميزات ثورية ما شايفينها سابقا على اي هاتف اخر. درجة كبيرة من الذكاء اللي حيكون مساعد ممتاز للمستخدم وبمختلف المجالات. واليوم رسميا شركة سامسونج سجلت رسميا احد هواتفها بالاي ايفون، هاتف ذكاء اصطناعي. سبق وذكرنا كومة مميزات ممكنة بسبب الاي اي الجديد كليا، واللي هي ما زالت مجرد بدايات لعالم واسع من الامكانيات الجبارة اللي حتعم وتنتشر بين بقية الهواتف من باقي الشركات المصنعة. قريبا جدا راح نتمكن من تجربة كل شيء ممكن على هاتف الجنرال بعد اطلاقه، واللي صار قريب جدا بهذه الايام. ثقة سامسونج العالية بالاي اي الخاص بها وصلتها الى درجة ان تطلق تسمية هواتف الاي اي على سلسلة الاس 24، فإن شاء الله تكون بالفعل على هذه الدرجة من الجودة والذكاء. إلى عالم هواتف الفولدبل من سامسونج، وتحديداً هاتف الزي فولد 6، واللي سمعنا سابقاً إمكانية تضمين قلم الأسبن بداخل الهاتف نفسه بطريقة معينة، ممكن بداخل الهاتف بنفس طريقة النوت أو الأس ألترا الحالي، أو بطريقة تضمينه بالجانب مثل ما شاهدنا وتناقشنا بهذا الموضوع بالسابق.
ولكن بخبر اليوم واللي هو مثير بالفعل، فالمسرب ريفيجناس وطبقا لمصادر الخاصة كشف بالفعل عن وجود نسخة بروتوتايب من الفولد 6 واللي تجي مع قلم الأسبن مضمن بنفس بنية الهاتف. So you're telling me there's a chance. Yeah! واللي هو أحلى خبر ممكن يسمعه عشاق الفولد والأسبن أو أفر. ومع ذلك أكو جانب سلبي هنا. مصادر ريفيجناس الخاصة تبين أنه بسبب المنافسة الشرسة من بقية الشركات المصنعة لهواتف الفولدبل واللي صارت تقدم هذه الهواتف بدرجة كبيرة من النحافة والخفة، وخصوصا هاتف هواوي الفولدبل الأخير اللي إجا بمثابة الصدمة لسامسونج. هذا الشيء بالتحديد خلى سامسونج تتوجه بكل طاقتها إلى الابتكار أكثر بهذه النقطة. الأولوية الآن هي صنع هاتف فولدبل كأنحف وأخف ما يكون، أولا لمنافسة بقية الشركات، وثانيا حتى تكسر عقدة الجماهير وترغبهم أكثر بهواتف الفولدبل على اعتبار قرب المواصفات التصنيعية للفولدبل من هاتف الكاندي بار، يعني يكون نحيف وخفيف بالوزن ومع ذلك ممكن استعماله بشاشة كبيرة بحال فتحها للشاشة. فالآن سامسونج بين خيارين، الأول هو تضمين قلم الأسبن بهاتف الفولدبل القادم، والثاني عدم تضمين القلم مع صنع هاتف فولدبل نحيف وخفيف بوقت واحد، وحيكون هذا القرار تحت الدراسة المكثفة بالأيام القادمة. Help me. Help me. حقيقة خلوني أقول أنه بعض الأشخاص أصلاً ما يهتمون بالأسبن ولا يستعملوه بحياتهم، لذلك فأكيد لو صار تصويت معين رح يطالبون أن يكون الهاتف نحيف مع عدم تضمين القلم بشرط عدم تصغير وتقليل حجم البطارية. بالعكس البطارية لازم تزيد بالحجم على الأقل توصل لـ 5000 ملي أمبير. أنا شخصيا حاليا أهتم أكثر بتضمين القلم ببنية الهاتف. صحيح أنه النحافة والخفة لهواتف الفولدبل مهمة وضرورية وجوهرية، لكن شخصيا أقدر أتعايش مع سمك هاتف الزي فولد 5 مثلا لو كان القلم مضمن بنفس الهاتف. مع ذلك خلوني أعرف آراءكم بهذا الموضوع، شنو بالضبط اللي تفضلوه؟ هاتف فولدبل أنحف وأخف وأكثر راحة بالحمل والاستعمال، أم تضمين قلم الأسبن بنفس سمك الهاتف المتوفر حاليا هاتف الزي فولد 5؟ خلوني مبدئيا أعرف آراءكم، وإن شاء الله حنسوي تصويت بهذا الموضوع على القناة. وخلص هذا كان كل شي ويانا لهذا اليوم. إذا تحبون معرفة المزيد من آخر الأخبار والمعلومات ومتابعة كل شي جديد بعالم التقنية أول بأول، تأكدوا من متابعتنا على اليوتيوب وبقية المنصات. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون تتركون بصمتكم بلايك عملاق وفعلوا كذلك زر الاشتراك. كان وياكم أخوكم أحمد العلي، شكرا لكم على حسن المتابعة ونلتقي إن شاء الله بالفيديوهات القادمة. في أمان الله.